الخير، صباح النور، اهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده يا رب. كي دايرين احبابي؟ نتمنىكم تكونوا دائما لاباس. احبابي اليوم عندنا واحد النهار حزين حزين حزين، رجع عندنا واحد البرديه شهر 12 اللي كان فات، وحتى الثلج. اختكم اليوم عطلة، فقت من النعاس، قلت اش غادي ندير؟ قلت راه غندير واحد التسمينه تكون هي هذه، يعني التسمينه هي واحد المسمن باش نفطر. اليوم جاتني على المسمن، انا ما تلفطش بالمسمن، ولكن اليوم جاتني عليه، قلت علاش لا لي ما نديرش واحد المسمن يكون هو هذاك. المهم خليكم معايا بالزربه، حنا غادي نديروا المسمنات مع بعضياتهم ومن تحتو شويه، وها حنا مع بعضياتنا. يلا حبيباتي، بالنسبه للمسمنات شنو غنديروا فيهم؟ عندنا فرينه ديال طحين ديال القمح، دغيا غادي نديروا عندنا ميزاننا على حسب، ما غادي غير شي كميه قليله. صافي كندير نصف ديال القمح، كندير نصف ديال الفرص، يعني ديال طحين ابيض رقيق، انا ما عرفتش حتى يسميوه، ما نعرف كيف فين. المهم انا تنقول القمح وتنقول الفرص، هادشي اللي انا عارفه بالعربيه، القمح والفرص. هذا الفرص الابيض الرقيق، وهذا القمح الصفر. ها هي سيمولا دي غرانو دورو، هو القمح الصفر، وهذا ها هو فرينة تيبو 00، يعني 00 رقيقة بزاف، بيضاء فورس. هادشي اللي كاين، وكناخد دائما هاد السيمولينو تا هو ديال كل واش كيدير بيه تا هو ديال الكرانو دورو. هذا هو داك السميدة رقيقة باش كتفرقو ما بين الطية والطية، ولا بين التبيقة والتبيقة ملي كتكونو تتقرصو. هادشي اللي عندنا مليحة، صافي، و شويه ديال الخميره. علاش شويه الخميره؟ لان الخميره غادي غادي تقول لي ممكن ما كدارش بالمسمن، خميره كدار. علاش؟ باش اول شيء ما يجيش فطير، ثاني شيء ما كيضرش في المعده، ثالث شيء كيطلقوا شويه خميره مزيانه، خميره ديال ماشي ديال الحبوب، هذه اللي كتكون معجنه يعني شكل عجين، هذه هي الصحيه شويه، يعني لي دي طوماطري. هانتوما حبيباتي، انا رجعت معكم من بعد مجموعه الشكاكه، حيت خويت مات. انا جمعت العجينه غطيتها شويه ترتاح، ما شاركتش معكم في التفاصيل كلشي العجينه، الحمد لله على كلشي كيعرف ديال العجينه المسمن ولا عجينه البطبوط ولا كلشي. صافي دابا غادي نعريو عليها. كيف قلت لكم من بعد ما عجنتها درت ليها بلاستيك. بالنسبه للمسمنات انا دابا صافي تنجمع فيهم، غادي نكورهم نخليهم يترخوا شويه، وغادي نبدا نقرص فيهم. ضروري كان نخليهم يترخوا واحد 5 دقائق عاد باش كنبدا نقرص فيهم باش تقرصوا لكم دغيا. صافي دابا من بعد ما تنكورهم تنحطو هاد البصل، على بينهم بين المسمن شحال هذا. كورناهم كلهم، صافي كنخليهم يتسقسوا، صافي هنا غادي نبدا نطلق في الخبيزات. كتبقاو تقاسو كتكملوهم كاملين، زر عندي معاكم واحد اخر، معاكم كنت كتصفر، كنطيب نيت معايا تاك شويه الغدا، بغيت نطيبو بكري باش نفطر، نطيب غدايا، طيب الأولى كديما، طيب الثانية. طيب الاخرى صافي كنستمروا بهذا الطريق. خلينا على هذا الضاع ديال الكوكور، هاهو جاي يا احمر. هاهو معاكم الاولى، هاهو معاكم الثانية، كيفاش تيجي؟ هي اخر واحدة.
والراحة. هذا هي طلبوش لي حتى الوقت. انتم حبيت نديها ممسينة بعد ما طيبناها. وانتم احبابي من بعد ما كملت المسمنات درت واحد كسكيسة واحد قصرية هي هذيك. ايوا سبحان الله والله العظيم ما كنتش كاع اصلا باغا نصورها وقلت علاش لا مالها شنو يعني علاش نو فيها تاهي نشارك معكم كيف ما شاركت معكم حتى المسمنات نشارك معكم حتى الكسيكسو. واخا انا شاركت معكم شحال من مره ولكن عاوتاني ممكن يقدر شي حد يكون ما شافش الفيديوهات القدام قلت علاش لا شاركت معكم بالتفاصيل كل شيء اشنو درت فيه اش ما درتش فيه. المهم الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن راه كل شيء تيعرف يدير الكسكسو كل شيء تيعرف يدير المسمن كل شيء كيعرف يدير اي حاجه اي حاجه ما شاء الله. المراه المغربيه ما شاء الله عليها ومشي غير المغربيه كاع النساء في جميع انحاء العالم ما شاء الله عليهم كلهم شاطرات وكلهم ما شاء الله عليهم طباخات. ايوا هذاك الشيء علاش مشاركت معكم بالتفاصيل يعني البدايه ديالو. صافي هنا دابا درنا هاد الكسكيسه حطيناها سكيناها في الطاجين هذا راه طاجين قصريه. ايوا واحد الكسكيسه هي هذيك فكرت في داك الشيء ديال البلاد المغرب. درنا القرعه حزمت الربيع خليته صايم ها هو كنحطو من الفوق. حنا عندنا في العادات كنديرو الربيع بحال هكذايا اللي بغات ياكلو كيجي زوين. لفت المغرب لفت الابيض ولفت الصفر المغرب جابتو لي الاخت الله يكثر خيرها. ايوا سمحوا لنا حباباتي ام محمد. ايوا خوتي بقى لي غنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله. باي باي مع السلامه.